ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة معي يوتيوب جيمرز. هنلعب لعبة الهروب من السجن. يا جدعان الفيديو اللي فات وصلتوا له اكتر من 50,000 لايك، شكرا ليكم. واخر مرة عملناها اللي احنا هربنا البنت، والنهاردة هنكمل الجزئية بعد الهروب. هنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل، فمتستناش بقى باللايك، هنوصله زي الفيديو اللي فات ولا اكتر. يلا انتوا اللي تحددهم وخلينا نروح الجيم. هنقضيها رأس النهارده يا جدعان. يلا ندوس بقى بلاي ونتحمس. بعد كده ناخد بقى الولد اهو، ناخد البنت، ويلا نشوف بقى نجمع حاجات تانية بينا منكم. خلينا نشوف الحلقات السابقة. اوكي كل ده احنا عديناه. كانت بيني وبينكم مراحل زي العسل. هنشوف بقى المرحلة بتاعت النهارده بعد ما هربنا مع البنت. آخر زي حاجة وصلنا لها. You sure this is where he's gonna pick us up? Ah, there he is. Okay, Tharaka. You said you did some work with him in the past or something. If you trust him, then so do I. Okay, sika gedaan. Hey, Henry. Nice to see you again. Ahlan wa sahlan. I'm Ellie. Well, nice to meet you. Ellie, okay. And a friend of Henry's is a friend of mine. So, I was able to swing by and pick you guys up. طب يلا خدنا بقى. ترخ كتير. Well, you remember the captain. بيكلمنا على الكابتن. He had to sanction this pickup. In return, we're going to need your assistance again. هيحتاج مساعدتنا عشان ياخدنا. Well, it is the least we could do. He is helping us out. ماشي طالما هو بيساعدنا احنا كمان نساعده يا جدعان. يلا. اوكي هنعرف التفاصيل واحنا طايرين. واحنا طايرين يا جدعان، لو انتوا جداد معانا في القناه يعني تنورونا، تلظف الاحمر تحت، دوس عليه بسرعه وحول له النور الرصاصي وخلينا نكمل. يا لهوي نفس الصاروخ تاني. انت اللي جابنا فيه يا عم. اوكي في حراس هناك. هنا تاني يا عم، ما تخليني في حالي. والله والله مصدوم. يلا يا جدعان مهمة بطيخة بصراحة. ربنا يبارككم، ما كنتش حابب. هنوقفه. اوكي هنقدر نوصله من هنا؟ استنى لحظة واحدة، انت حسيتنا اوكي عندنا اختيارات ولا حاجة؟ حطيني في وش المدفع قال لك فيش هزار. عندنا يا جدعان جيت باك. ننزل على المنطقة دي عشان في دفاعات. وعندنا ممكن جناحات العصفورة. اوكي ممكن ننزل هنا بباراشوت. ايه يا جدعان لحظة واحدة بس، هي شمسية بتستهبل. انت هتجنني يا عم. ايه يا عم خلي حاجة مبلوعة شوية. طب بقول لكم على حاجة، احنا لو نزلنا بدي طب الدفاعات هو الحل، الباراشوت هو هيظبط معانا ان شاء الله. اوكي لا اعوذ بالله. يلا 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 حتة اكشن. يا عيني ده اتصدم. اوكي بس ده اوكي. جداك طيب؟ والله انا خايف من الدفاعات. دخلوا في الدفاعات زي الفل. حلو. So, what's the plan? الخطة بتسألني انا؟ هيتحرك بسرعة. يا جدعان ما عندناش وقت. لازم نروح بسرعة قبل ما الصاروخ ما يطلع. طب ايه الكلام؟ ايه ده؟ بلوكات انت مني؟ لا بلوكات ديرت كمان. ممكن زي المفروض هي تحذفني وبعد كده عندنا في غريبه. والله خلينا نجربها رغم ان الحاجات الغريبه دي بتظبط بعد كده. والله 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 استنى ايه الهبل ده يا جدعان؟ والله استهبال. اوكي خلينا نجرب دي. اوكي هيضربنا من المدفع. يا لهوي على الجنان. اوكي عايزين نوقف الصراخ بسرعه قبل ما يتحرك يا جدعان. اوكي منظرنا يعني دلوقتي هنعمل ايه؟ ممكن نعمل عرض مسرحي يعني زي كاننا كنا عشان شكلنا وحش يا جدعان. فيلا لا 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 لا. الله عليك. يا سلام. مين هيتحداني؟ قول له ما تقلقش. هيخش يفايت يا جدعان. هطلع واحدة يا جدعان. ايه؟ روقه صح. اخد حتة قلم. حرام والله بعد كل يعني كل دي في الاخر ما ظبطتش. اخد قلم يا جدعان. بص ما اقول لكم يعني طلع ايه الكلام. يو يلا يا جدعان كلنا مع بعضينا. يلا يلا جاهزين. ايوه توب تاني رب. انت طولت كده ليه؟
بيشتغلنا بس حلو والله. مين راسك ده؟ يلا كله يرد في التعليقات. ايه الدين ايه والله حتى الطريق خلي بالك. Situation sorted. كل حاجة تحت السيطرة يا معلم. بدأ يتحرك. حرام والله. لازم نعمل حاجة بسرعة يا جدعان. يلا بسرعة لازم نطلع في الطيارة. اوكي. تلخبطوني والله خير احنا الطيارة. هيروح من الكافيتيريا من الشباك؟ بالطيارة هيروح الكافيتيريا من الازاز؟ هي مش فاهمة وانا مش فاهم. لا دي سهلة يعني. هيخش من الازاز؟ How does that help? I don't really think you get it. Henry, you get it, right? انا فهمته وهي ما فهمتش. انا مش فاهم اساسا يا عم الطيارة. I think it's a little bit out of range now. اتأخر ها؟ والله انت بتهزر. قعدت ترغي وتلوك لوك كتير وطلعت مكلمانجي وفي الاخر خلص الصاروخ مع السلامة. طب خلينا يا جدعان نشوف خريطة هنري. Seems like Henry's got a plan. So Yeah. طب انا ما فهمناش منه اي حاجة. اوكي. Yeah. That's a great idea. بقول لك فكرة كويسة. ماشي. ماشي خلينا نشوف. خليك قاعد انت صح. غيروا الصاروخ. تمام. خلوها يا جدعان اوتوماتيك. الله 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 الله. نجحت. ظبطت صح. وقعدت له طرعت وقع الحمد لله. What a move. Can't believe we did it. مش مصدق. Where'd you end up sending the rocket anyway? ايوه بقى. فرحان انت اخويا. That was a lot of fun. ايه رايكم يا جدعان في الخطه بتاعت اللزاليز؟ Call us if you got any more jobs to do together. شوف لو اي مهمات اتصل بينا احنا موجودين. تقول لي صح يا عم هنري؟ اوكي. سانكس. والله الذكريات دي كل شويه حد يفتكرها يحصل مشكله. النهارده يا جدعان هنلعب بقى وهنكمل بشخصيه البنت. بعد ما هربنا. اوكي. بص هنا موجود. هتشوف هتفكر زي هنري ولا هتكون مختلف عنه يا جدعان؟ مين ده كمان؟ تركت رجعت تاني بقى بيك بص. هو مالك بقى متغير كده ليه يا جدعان؟ والله ما خدت بالي منه. بقى برنس ها؟ تركت رجعت كده هنا؟ اوكي بيكلمنا على المحطة اللي كلمنا عليها قبل كده. اوكي عايزين يطلعوا في الفضاء عشان ما فيش أي حد يوقفهم. أيوة إحنا بقى بيك بص يا معلم. فيكم علينا يا جدعان. اوكي خدنا المفتاح يلا. 3 ايه اعمل اي حاجه يا عم. والله يا جدعان الطياره ما فيهوش هتروح في ساعه هتروح واخر قرب الحبل على ابو اللزاليز. دلوقتي عايزين نتعامل صح. خلينا ايه ده؟ خلينا نشوف التارجت ده. اوكي بيحدد الهدف والاتش بي بتاعه كمان. الله عليك هيد شوت. الله على الايم يا ابو اللزاليز. جد؟ والله طالعه جت فيا يا جدعان حوالين دماغه. انت بتهزر صح؟ ايه الاستهبال اللي انا فيه ده؟ اديله بالبوكس يا معلم. والله ايه الهباله دي؟ ايوه صح كده ما تتظبطش. والله كده استهبال. استنى نجرب. طيب دي اوكي نفتح نديله علقه. يلا شغل. يلا تعامل تعامل بقى الرصاص. اوكي ممكن نستخدم ممكن نستخدم هليكوبتر. طب هنعمل بقى ايه؟ ايه دي؟ مش فاهم. Just you wait till my friend gets here. Yeah, sure. We got a bogey inbound. هاي خفوا؟ حرب شيء على طول. طب انا مش عايز نفس ممكن زميلي يروح فيها. Just you wait till my friend gets here. كان قرب طيب بالطياره ممكن يخاف. يا لهوي دخل بيها على طول مع السلامه كله راح فيها. هو ده الحل يا جدعان. Just you wait till my friend gets here. ايوه ركز. الله عليك امسك نفسك. بوم هاز بين بلانتد. والله يا جدعان انا دماغي لفت من اللي حصل. في حد فاهم حاجه؟ خلينا نجرب دي كده سريعا. اديله ايوه الثلاثه. الله عليك. وانا كمان على الاشتغاله. خلينا نجرب تاني. صفر.
هيرسم تعبان مثلا يعني. It's the leader. I was wondering when you'd show up. Tom's up. It's duties. والله يا جدعان ده احنا اتحطينا في ارض المعركه وهنتعامل دلوقتي. بقول لك ممكن سلاح وتعاون. بقول لكم ايه خلينا نشتغلهم شويه. ايوه بقوه. الله عليك خص على الفايل. طلعنا الفضاء كوكب الضفدع. ايه اللي حاجه تخمر واحد في الشفت. ما فهمتش اي حاجه كده. هم اختفوا ولا الكوكب حصرنا ولا مش عارف. خلينا نشوف. طيب ممكن نستخدم دي. برضه فيل تستهبل صح. هنجرب دي. طيب طلع يجري حتى ما لحقش ياخد نفس. يلا التعاون. طلع عليك يا وحش. ايوه بقى. اوكي والله ما كنت متوقعها دي. ولا واحد. لا اختفوا كلهم مع السلامة. برنس دي واحدة بس. يلا ايوة لحقينا. ايه بسرعة بسرعة. مش ناوي يعدينا المفتري. استنى اتأخرنا كده. حاطين واحد مدرع. خلينا نشوف طيب هنعمل ايه. خطة تانية بتكون احسن بكتير. اوكي يلا يلا الخطة بسرعة. يلا يا وحش. الله عليك. 5 4 3 2 كمل. 1 انطلق. امسك نفسك. اوكي طب احنا هنتعامل ازاي؟ ممكن نجرب السحابة. والله الحاجات الخيالية بقى اللي بتظبط يا جدعان. يلا. لا 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 يا غلسة يا غلسة. انت كنت على اخر تستخبي. نجرب طيب دي. الجاذبية اختلفت ولا انا بتخيل؟ مش عارف. هنجرب الدبابة طيب. الله يا الدبابة ايه اللي هتظبط؟ هتطير يعني فوق؟ والله الله عليك. الله على الجنان. ما شاء الله. شفت يا جدعان قلب الدب. لا توقعني ليه؟ اقول لك انا اعمل كده ليه؟ كان حيرميني والله الغدار. والله في حد ليه امان يا جدعان الايام دي. كان ممكن يرميني في اي لحظه. الحمد لله مشي لكم. انا مش مصدق والله. عديت بعجوبه. ايه عفوا عفوا. بس ظبطنا الكلام صح؟ لا بصراحه ان انا عامل شغل جامد. وكمان برضو البنت والله كانوا مسيطرين يا جدعان. احلى سيطره. كانت المهمه دي بقى جامده. كان في تعاون حلو. وجبنا كمان قبعه جديده. يلا بقى يا جماعه جاهزين للمهمه اللي بعدها. دي هتكون ان شاء الله المهمه الاخيره. دن 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 بيفكرنا بالاحداث الجميله. اوكي. Wait, you have a tank? ايه ده حوار الدبابة يا جدعان لما كانوا بيهربوا؟ يا لهوي دي هتعمل قلب الدبابة. والله طلعت بيها يا جدعان. دي التكملة بتاعت الموتوسيكل. والله الحتة دي ما خدتش بالي منها. There it is. Their money cart. I'm pretty sure that cart contains all the money they've amassed. There's our payday. Let's take it to him. يا قلبك الجامد. قاعد على المدفع يا جدعان. ناوية له. Oi, you hear that? وسامع ده؟ يا بدونا. هتعمل ايه؟ بجد؟ الله يرحمه. اللي بعد. سلام. انت بتهزر. خش عليه. كيس سلاح سيوف غريب. بالسيوف. انت سيف احنا سيوف اخويا. والله طلع جامد ظبط. Betrayal. Lost the lead.
ايش ازاي غدا ده كان كيس تخبي جوه استخبى جوه الدبابه يا جدعان مش شايفين حاجه كان شوف الاختيار اللي بعده يلا تير يلا يا جبال اي خد وقف القطر يا حبيبي ما يقدرش يوقف يا لا هو بالجد بقى على طول كده القطر وقف that's one way to do it. حلو Now, how are we اللي جابه هنا gonna get all this money out of here يا جدعان شفتوا ايه في البيت هو بيعمل بيقع يا غدار خلينا نشوف يلا يا حلاوتك بيلد على طول والله في البوك وخذ الكابتر اللي قاعد في وسط الذهب ده مان this is gonna take forever ايه دخل سيح على طول والله كده انا بتلعب تانية يا جدعان والله زبطت المره دي هنعمل ايه this doesn't belong to you ما حدش اختار اوكي ده جالنا الكابتن على طول خلينا يا جدعان نعمل القوقعه دي ايه ده بيلعبوا ايه من الحريف قال له خلاص بص اعطينا واحده على طول مع السلامه what are you doing شكي على طول يلا ما what an idiot بقول لك ذكي قوي قوي فين ده يا جدعان خلينا نشوف طيب الفايت ستيك مان سلام ضربه القاضيه لسه موجود بقى ياخد بقى الجيت باك seems like we're out of the danger zone that should do the trick في الجيت باك انطلق خلصنا المهمه يا جدعان ايه 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 والله كانت جامده جدا وجميله قوي في نفس الوقت وحوار الدبابه ده بتشيل مش هزار ونقدر نقول الف مبروك وجبنا كمان الدبابه الجديده طبعا لسه ما وصلناش يا جدعان لخط النهايه لا بقى احلى حاجه فيها كل ما نخلص حاجه تخش على اللي بعده على طول خلص ده تخش على اللي بعده على طول في كذا مراحل لحد ما نوصل لخط النهايه لو الاجمل من كل ده كل ما نفتح حاجه جديده بيجي لنا زي كارت بنقدر نستخدمه عشان نعدي المراحل التانية احتاجوا العرب لحد هنا فلعجبكم الفيديو انسى ناس باب اللايك وانتروا انكم تشتركوا بعرف القناة وانتوا لسه جداد معنا مستني تكتبوا لي ايه رأيكم في اللي احنا ظبطناه النهاردة واحلى حاجة عجبتني لما جماعة كلهم يرقصوا فصلوني والله اكتبوا دلوقتي رأيكم واشوفكم بقى جاي فيديو جديد مع ايست يوب جيمنج يلا سلام